بالنسبة للشابتر الخامس من مادة الفيرست اللي هو اللي بيحكي عن الإلاستيسيتي اللي هي المرونة. أول شيء نعرف إيش هي المرونة. لما نحكي مرونة هي عبارة عن مقياس إنه أنا كبائع أو كمشتري قدي أنا بقدر أتعامل مع الماركت اللي عندي أو ظروف السوق اللي عندي، يعني شو ما تغيرت هاي الظروف أنا كيف بقدر أتعامل معها، يعني ارتفع سعرها أو إذا هي سلعة إلها سلعة بديلة أو إلها أكتر من عامل. يعني هلا حنحكي العوامل. هلا تاني إشي اللي هو العوامل اللي بتأثر بالإلاستيسيتي، عندنا أول إشي اللي هي البدائل اللي هي availability of clothes substitute اللي هي البدائل. يعني شو بيحكي لنا هون؟ بيحكي لنا إنه إذا كان في بدائل لسلعة معينة إحنا بدنا ندرسها، هلا حتزيد المرونة. ليه؟ لأنه أنا مثلا لو بدي أشتري سلعة معينة هاي السلعة إلها بديل تاني، فأنا فعليا إنه لو ما لقيت هاي السلعة الأصلية اللي أنا بدي إياها، لو ما لقيتها أو ارتفع سعرها أو أي إشي صار عليها، أنا في عندي بديل تاني أجيبه. ف بما إنه في بديل تاني ففعليا أنا بكون مرن يعني في مرونة بالتعامل، فحيكون في بديل تاني للسلعة، فرح تزيد المرونة. بالمقابل لو ما كان في بديل ففعليا أنا ما رح أقدر، إنه ما حكون كتير مرنة بإني أشتري هاي السلعة لأنه ما عندي إلا هاي السلعة واحدة ما لها بديل تاني، فحتكون المرونة أقل لو ما كان في بدائل. إذا كان في بديل للسلعة فبتكون المرونة عالية. طيب هلا عندنا العامل الثاني اللي هي إنه إذا كانت السلعة ضرورية أو من الكماليات، هلا يعني اللي هي necessities أو اللوجري. بحكي لنا انه اذا كانت السلعة ضرورية هتكون مرونتها اقل، والسبب انه انا مضطرة اجيب هاي السلعة ففعليا يعني ما رح اقدر اصلا اني ادور على شيء تاني لانه انا بس بدي هاي السلعة ضرورية، فهتكون مرونتي اقل بالتعامل معها. بالمقابل اذا كانت السلعة من الكماليات يعني انا رح اخذ راحتي في اني اختارها، يعني ممكن ما تعجبني هاي، ممكن يكون هاي سعرها عالي وما تعجبني، فبروح بدور على سلعة تانية إذا كانت كمالية طبعا، فهتكون مرونتها أعلى. فإذا كانت السلعة ضرورية حتكون مرونتها أقل، وإذا كانت السلعة من الكماليات حتكون مرونتها أعلى. العامل الثالث اللي هو definition of the market اللي هي حسب السوق. يعني ممكن يكون السوق إنه فيه أكثر من سلعة فأنا بقدر أختار اللي بدي إياها بسعر اللي بدي إياه طبعا، أو ممكن العكس، ممكن ما ألاقي مثلا سلع كثيرة فحضطر إنه تكون مرونتي أقل بهذا السوق. العامل الرابع اللي هو التايم، طبعا مع زيادة الوقت بتكون مرونتي أعلى لأنه أنا بكون فعليا معي وقت إني أختار وأشوف السلع اللي بدي إياها بالسعر اللي بدي إياه. تمام، هلأ عنا قانون نحسب المرونة. بيحكي لنا price elasticity of demand اللي هي percentage change in quantity demand على percentage change in price اللي هي the quantity اللي هي التغير اللي هي delta the quantity demand على the quantity على delta b نفس طبعا percentage اللي هي زي هيك زي هون، إنه الإلاستيسيتي للديماند بتساوي دلتا الكوانتيتي ديماند بيرسنت على الدلتا بي اللي هي البرايس. نفس الفكرة لو نيجي نطبق هنحكي إنه Q2 ماينس Q1 على Q1 على B2 ماينس B1 على B1. في طريقة تانية اللي هي الميد بوينت، طبعا الميد بوينت هي أدق وأصح من القانون الأول اللي هي Q2 ماينس Q1 على Q2 بلس Q1 تقسيم 2 على البي 2 ماينس بي 1 على البي 2 بلس بي 1 تقسيم 2. طيب هاي بالنسبة للبريس الإلاستيسيتي للديماند. هون بهذا السلايد في عنا مثال بس طبعا هو في غلط صغير إنه عكسين. هلا بيحكينا بالسؤال إنه البرايس زاد من 2 دولار ل 2.2 دولار، يعني B1 كانت 2 و B2 كانت 2.2، وبحكي لنا انه الـ amount you buy fills from انه الكمية المطلوبة
اللي هي كوانتيتي ديماند قلت من 10 ل 8، فالكيو 1 8 والكيو 2 سوري الكيو 1 10 والكيو 2 هي 8. هلا بحكي لنا الإلاستيسيتي، هلا هون بس هون هيكون هون 8 ماينس 10 على 10، مو 10 ماينس 8. فعادي بنيجي بنطبق على القانون، 8 ناقص 10 على 10 على 2.2 ماينس 2 على 2، بطلع 20 على 8، 20 على 10 بساوي 2. بس هي هون حتطلع ماينس 2 صح، لأنه هي 8 ماينس 10 فبطلع ماينس 2، تطلع ماينس 2. مش مشكلة الإشارة، لأنه الإشارة أصلا ما هلا رح نحكي على شو بده بالإشارة. طيب هذا بالنسبة للإلاستيسيتي أوف ديمان. هلا بس بحكي لنا هون شغلة، لما يطلع معنا إشارة سالبة، إشارة سالبة هي بتدل على إنه العلاقة عكسية، تمام؟ طيب هلا عندنا أنواع الإلاستيسيتي. أول إشي بحكي لنا إنه إذا كانت الإلاستيسيتي للديمان بتساوي 1 فبنسميها أحادي المرونة، يونيتري إلاستيك. إذا كانت بتساوي 1 يعني إذا طلع معنا الناتج 1، إذا كان الناتج أكبر من 1 بيكون إلاستيك فبيكون هو مرن، إذا كانت أقل من 1 بتكون نون إلاستيك أو إن إلاستيك بيكون غير مرن، إذا كانت بتساوي 0 فهي بيرفكتلي إن إلاستيك فهي عديم المرونة، وإذا كانت إنفينيتي بتكون بيرفكتلي إلاستيك اللي هي بتكون مرن للما لا نهاية. تمام، هذا زي ما حكينا قانون الميد بوينت، هو نفس الشيء طريقة نفس الحل. هلا إذا بتتذكروا قبل كان 2 وهون 2.32، ففعليا هذا القانون هو أدق وأصح بيطلع. هون زي ما حكينا الإلاستيك وإلاستيك، الإلاستيك بيكون غير مرن بيكون أقل من 1، الإلاستيك بيكون أكتر من 1. طيب بيرفكتلي إن إلاستيك بيكون زيرو، بيرفكتلي ان الاستيك بيكون زيرو، والبيرفكتلي الاستيك بيكون انفينيتي، واليونت الاستيك هي بتكون يساوي 1. طيب هلا بالنسبه للانكم الاستيسيتي اوف ديماند، حسب هاي حسب الدخل. بس قبل ما نحكي عنها نحكي معلومه صغيره، اللي هي انه احنا كيف بدنا نفسر نوع المرونه او نفسر المرونه نفسها. بس شغلة قبل ما نبلش فيها، انه احنا حكينا انه قبل شوي انه اذا كان 1 فهي بتكون يونت الاستيك، او اذا كانت اكبر من 1 بتكون الاستيك، او كلهم هدول 5 اشياء 5 حالات. هدول لازم لما نحددهم لازم ناخذ القيمة المطلقة للرقم من دون الاشارة، يعني ما بنحكي مثلا ماينس 2 هي اذا اقل من 1، لا احنا بنحكي 2 هو فعليا اكثر من 1 فهو بيطلع الاستيك. تمام، الاشارة السالب ما بتعبر الا انه العلاقة عكسية بس. اما اذا رح نحكي الاستيك او نون الاستيك فهي رح ناخذ القيمه المطلقه. هذا الاشي كثير مهم، لانه هو بسؤال الحل بيجي بيسالنا انه شو نوع المرونه. تمام، طيب نرجع للتفسير. تفسير اذا بدنا نفسر، هلا احنا حكينا انه طلعت معنا العلاقه عكسيه، فاذا رح نحكي انه العلاقه عكسيه بين سعر السلعه وبين الكميه المطلوبه اصلا اوريدي احنا حكينا من قبل. هلا شو بحكي لنا هون حسب الدفتر، هون بحكي لنا هون انه اذا كانت المرونة بتساوي 2 فالتفسير بيكون انه اذا ارتفع سعر السلعة بنسبة 10% رح تنخفض الكمية المطلوبة بنسبة 20%. علاقة عكسية، السعر زاد بنسبة 10% الكمية المطلوبة رح تنخفض بنسبة 20%، انه زي كأنه يعني زادت الضعف، او السعر ارتفع او المرونة بالنسبة لهم الضعف. تمام، هون بحكي لنا إذا كانت المرونة 1.5 فبنيجي بنحكي إنه إذا ارتفع سعر السلعة 10% رح تنخفض الكمية المطلوبة بنسبة 15%. طبعا هاي الأرقام كلها فرض، يعني إنه بس إحنا بنحط مثلا إنه إذا المرونة طلعت معنا هالقد 10% هي فعليا فرض يعني، بس المهم الفكرة إنه العلاقة عكسية. زي ما حكينا الإشارة السلبية بتدل بس على العلاقة العكسية بين الكوانتيتي والبرايس. تمام، بس هون انه في مثال بيحكي لنا انه مثال على عديم المرونه، لما تطلع معنا بيرفكتلي ان الاستيك هي فعليا المثال عليها انه الدواء او الملح، يعني شيء بيكون كتير اساسي بحيث انه لو زاد سعره او انخفض ما بتاثر على استجابته، لانه اصلا انا مضطره اني اجيبه.
مثال على أنه لا نهائي المرونة اللي هو البرفكتلي إلاستيك زي الخبز، سعره ثابت فما بتغير. طيب تمام، نرجع هلا هون للإنكم إلاستيسيتي أوف ديماند. هلا الإنكم إلاستيسيتي أوف ديماند لها قانون اللي هو الإلاستيسيتي للإنكم، هاي هون هيك الإلاستيسيتي أوف إنكم بتساوي دلتا كيو دي على الدلتا أي، هيك قانونها اللي هي التغير بالكوانتيتي ديماند على التغير بالإنكم، هاي القانون العادي. هلأ في قانون تاني زي ما حكينا على الميد بوينت اللي هو بيكون أصح وأدق، بنحكي الإلاستيسيتي للإنكم بتساوي اللي هي كيو تو ماينس كيو ون على الكيو تو بلس كيو ون على الأي تو ماينس أي ون على أي تو بلس أي ايوان. هو بالغالب الامتحان بيجيب حسب الميد بوينت بده الحل. تمام، نيجي هون لانواع انواع السلع. هلا بحكي لنا انه اذا كان الناتج طلع معنا بوزيتيف موجب هتكون الس